بقال الله. هذا التصوير يا ابو ايوب. ثلاث بنات. الثلاثه دولت ولاده؟ اه الثلاثه ولاده. دي مراته وامه. وامه ومراته. موجود يا ابو ايوب. صور انت كده. بقال الله. نعم بالله. عرفيني بنفسك انت زوجة مين؟ انا اسمي رمضان السيد عبد الكريم الاحصر. انت عندك كم ولد؟ ثلاث بنات. ثلاث بنات. قولي بقى يعني اسرتكم مكونه من ايه غير الثلاث بنات دولت؟ في مامته معاك وعايشين؟ انا وهو بثلاث بنات بس. هو كان شغال ايه بقى؟ شغال باليومي. باليومي ده بقى له 3 شهور قاعد. اول سفريه يطلعها النهارده ما نعود على الله يا حبيبي. يا ريت ما راح ولا جه. نعود على الله يا حبيبي. يا ريت ما راح ولا جه. نعود على الله. يا ريت ما راح ولا جه. نعود على الله يا حبيبي. حبيبي راح. بقالكم كم سنه متجوزين؟ 10 سنين. وكان شغال في حاجه معينه؟ هي اليومية اللي بتيجي بيروح يجيبها وخلاص. مشى الساعة 11، كان في عربية مستنياهم عند 71 يركبوا فيها مقطع يروحوا المن. اتقلبت بهم عند اكتوبر. كل اللي في العربية ما عرفتي بالحادث امتى؟ المغرب. يعني اخر حوار ضرب بينكم كان امتى؟ الصبح. ايه بقى ولا حاجة، كان بيفطر ويسلم علينا قبل ما يمشي وسلم على امه وبسها من هنا ومن هنا، مش عايزه حاجه يمه مني، خلي بالك من نفسي. هو ماشي. مين اللي بيعول الاسره غيره؟ مفيش حد له. مفيش غيره. طب يعني هو بعد ما توفى كده مين اللي هيعول الاسره؟ مفيش حد. مفيش لا ارض ولا بيت. بقال الله. مش بنعمة بالله. حضرتك والدته؟ ايوه. هو الابن الكبير ولا ليكي ابناء؟ لا الابن الاصغر من اكبر من الصغير. عندك كم ولد وبنت؟ عندي ثلاث. ثلاث. اه. هو كان بيعول حضرتك برضه وكان بيصرف عليكي؟ طبعا. اخر مره شفتيه امتى؟ السوق، امبارح السوق. كان ايه يعني حوار عادي، فطر مش عايزة حاجة يا ماما، وشربنا الشاي سوا وما فيش أي حاجة. ما فيش مصدر دخل تاني ليه؟ لا ما فيش والله. مين اللي حيصرف عليهم؟ ربنا معاهم بقى، ربنا وحضرتك بقى تساعديهم. اخواته برضه شغالين كده باليوميه يعني. ما اخوه كان معاه بس عربيه ثانيه برضه رايح بيوميه. انا اخوه كان معاه بيشتغل على باب الله باليوميه. وربنا سبحانه وتعالى بيفرز الحي من الميت. كان ده ركب في عربيه وده ركب في عربيه. اخوه ايه بقى كان يحكي لك؟ اخوه كان معاه في الشغل، رايح معاه للشغل، رايحين الشغل سوا. اخوه رايحين الشغل سوا بس العربيه ما خدتش الانفار بحالها، فهو ركب عربيه واخوه ركب عربيه، العربيه اللي هو ركبها عملت حادثه. يعني هو اخوه كان المفروض يركب في نفس العربيه. ما خدتهمش العربيه حبيبي، هو ركب في عربيه تاني، العربيه اللي ركب فيها هي اللي عملت الحادثه. ما تزرع ومن وما تزرعش نفسك على ما احنا
النهاردة الساعة كام يا نسمة؟ تكلمش عشان الصور. يعني معظم المتوفين في الحادث